اهلا بيكم في قناة اميوم. لو دي اول مرة تشوفوني فانا بعمل وصفات حلوة وحادق وكمان وصفات صحية. عشان توصلكم الوصفات الجديدة لازم تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس. النهاردة هنعمل ايس كريم المانجا باسهل طريقة، 3 مكونات بس، مش هنحتاج كريمة ولا مكنة ايس كريم ولا اي حاجة. في اقل من 10 دقايق هنعمل احلى ايس كريم مانجا. عندي 400 جرام مانجا، تكون مانجا كده مسكرة وطرية. حط عليها 100 جرام سكر. ميتين وخمسين مللي لبن. اللي حابب يستعمل اللبن عادي بتاعنا مش مشكلة. اللي حابب يزود طعم جوز الهند للايس كريم ممكن ان احنا نستعمل لبن جوز الهند. نضربها في الخلاط لغاية ما المانجا ما يبقاش فيها قطع سليمة. انا هنا هستعمل القوالب السيليكون الصغيرة بتاعت الكب كيكس وهحط فيها الخليط بتاع المانجا. وصفة سهلة وسريعة وما أخدتش وقت ولا مكونات، وفي نفس الوقت نبقى عملنا حاجة كده تبرد علينا في الصيف اللي احنا فيه دوت. هحط فيها العصاية بتاعت ستيك الايس كريم. هحطها في الفريزر لغاية ما تتجمد خالص، ممكن تاخد 6 ساعات 8 ساعات.
بعدين ابتدي ان انا اطلعها من القوالب. كده نبقى عملنا ايس كريم المانجا بطريقة سهلة جدا وسريعة من غير ما تاخد مننا وقت كتير ولا تكاليف كتير. تبقى حاجة ترطب علينا كده في الحر والصيف وتبقى منعشة. طبعا المانجا بتبقى قوية جدا وطعمها قوي، وهي المانجا اصلا يعني احلى حاجة في الصيف، فما بالك بقى لما نعمل آيس كريم بمانجا كده يبقى مانجا خالصة كده ومانجا مركزة. لو عجبكم الفيديو ده لايك وشير وكومنت، واشوفكم ان شاء الله في وصفات جديدة.